لا لما انصبت بالرصاص ولا لما فقدت نظري، فبقي عقلي وبقيت أمارس المحاماة لدرجة اللي أنا في حالة الخطر في المستشفى كان ابن أخوي يجيني كل يوم حامل هالملفات ويجي. هو الذي غلبت بصيرته بصره معبداً طريقه بالصدق والمثابرة حتى بات شيخ المحامين في مهنته وأيقونة الإرادة والتحدي في مجتمعه. المحامي فؤاد شحادي الذي يبلغ من العمر 91 عاماً احتل مؤخراً حيزاً في كتاب جينيس للأرقام القياسية باعتباره ممارساً لمهنة المحاماة أطول فترة في التاريخ، تجاوزت 66 عاماً بالرغم من فقدان بصره في حادث سير مروع قبل 38 عاماً. صدمتني سيارة ترك، دخلت السيارة في بوز سيارتي، وسيارتي صغيرة تكسر الأزاز ودخل في عيني ودخل في راسي. شغفه بمهنته واحترامه لزبائنه وثقة الكثيرين به وتقديرهم له، كل ذلك جعله يتبوأ مكانة مهنية واجتماعية مميزة، حيث يتحلق حوله أساتذة لامعون تتلمذ على يديها في مكتب عريق ما يزال ينبض بالحيوية منذ 70 سنة وسط مدينة رام الله، ويعتبر محجا للمظلومين الباحثين عن مدافع شرس ومحام لا يلين له جانب عندما يتعلق الأمر بسيادة الحق والعدل. دائما أنا المحامين اللي بتدربوا عندي واللي بيشتغلوا معي بقولهم لازم تحترموا مصلحة موكلنا. بعد الدراسة وافية وأمانة وافية أجرب كل جهدي إنه أنقذ المظلوم، ودائما يقولوا أبو الوليد هو اللي بيحل القضايا. لذلك ليس غريبا أن يدخل موسوعة جينيس وهو محاط بمحبة ووفاء مئات المحبين والمعجبين. حضروا كل أصدقائي بالعشرات لا بل مئات لا بل ألوف، حضروا الحفلة التنصيبي بأنني أقدم محامي عامل في العالم. هو أب للجميع، محب ودود، لا يتوقف جرس منزله عن الرنين ويستقبل الجميع بغير تذمر. يأتيه الضيوف من كل حب وصوب تقديرا لمسيرته التي تزخر بالعطاء. أستاذ فؤاد شحادة من الناس اللي بحترمها وبعزها أكتر شيء في المجتمع الفلسطيني، وبعرفه منذ ولادتي، معجب بأدائه وخدمته للمجتمع. وبعد ما صار معه حادث السيارة برهن قوة الإرادة في الحياة. بتعرف الواحد في مثل بيقول تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة. أهم شيء في موضوع المحاماة الصدق، الدراسة والمثابرة، بعد هيك ما في طريقة ممكن مش ممكن إلا تنجح. بنام وراسي على المخدة لا يشعر بأي خطأ أو أي سبب اللي يخليه يقلق، فبنام مرتاح.